افتتح رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، حيث تجمع ممثلون من دول الجوار والعالم تحت سقف واحد لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تجارة المخدرات والتحديات الأمنية المصاحبة لها. يمكننا عبر توحيد الجهود وتعزيز التنسيق المشترك أن نحقق الهدف المنشود بأن تكون مجتمعاتنا خالية من هذا المرض الاجتماعي المصطنع الذي تسوقه الجريمة وتروج له دوائر الشر والعصابات الخارجة عن القانون. العراق منفتح على كل تعاون أو جهد مع الأشقاء والأصدقاء يستهدف القضاء على بؤر سموم المخدرات ومحطات تصنيعها ويقطع سلاسلها ويقدم مرتكبيها إلى العدالة. شهد المؤتمر تفاعلا واسعا من العديد من الدول، حيث أبدى الحضور تقديرهم للتعاون المثمر الذي أسفر عن تشكيل لجنة وغرفة عمليات مشتركة لملاحقة تجار المخدرات وكشف الشبكات الدولية، مما يعكس نجاح هذا التعاون الدولي في التصدي للتحديات المشتركة. بعد الانتهاء من الحديث هنا سيتم العمل على إنشاء مركز إقليمي لمكافحة المخدرات. المركز الذي سينشأ هنا سيتم فيه تبادل المعلومات والقيام بعمليات مشتركة لمكافحة المخدرات وإحلال الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة. من المتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات قوية تهدف إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الدول وتأسيس مكتب دائم في العراق لزيادة فعاليات تبادل البيانات والخبرات، مما سيسهم في تعزيز الجهود المشتركة وتحقيق نتائج ملموسة في مكافحة المخدرات. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة.